في شك ان هذا العام 2018 شهد تراجع لاسباب عده، منها طبعا المنافسه الكبيره وانخفاض ادى الى انخفاض الاسعار والى الخروج من الاسواق الى توجيه استثمارات الى جهات او مجالات اخرى. مواجهتنا للعام 2019 عده، احنا تحوطنا او عملنا عده اشياء، منها اعاده هيكله القروض واشتغلنا عليها والحمد لله، تخفيض المصاريف، وبالتالي ايضا اعاده استراتيجيه الشركه فيما يتعلق توجيه استثماراتها. كانت توجيه استثماراتنا حاليا رفع العقارات المدره للايجارات من الايجارات، بنرفع نسبتها كقيمه اجماليه لاصول الشركه، وخفض الاصول التي منها للتداول. فالمعيارين هذول اختلفوا للمستقبل، وبالتالي احنا نعتقد ان في هذا يرفع من قوه ومتانه الشركه للسنوات القادمه. قد تكون 2009 سنه صعبه، لكن راح نتجاوزها السنه اللي بعدها ان شاء الله واللي بعدها. ما هي الاسواق التي ستركزون عليها خلال العام الجاري؟ طبعا احنا بشكل اساسي عندنا الجاري هذا 2019، عندنا الكويت، عندنا مشروعين للتطوير في الشرق، مزايا داون تاون هو مركز طبي، والثاني فندق مع فنادق، عفوا مع مطاعم. الى اي مدى اثر انخفاض الليره التركيه على عملياتكم التشغيليه هناك؟ طبعا العمليات التشغيلية انخفضت، كان من حجم البيع انخفض، والليرة انخفضت ما يقارب 30% من قيمتها، فبالتالي انعكس تماما على المركز المالي او ربحية الشركة فيها. هل ستدرسون التخارج من هذا السوق في حال استمرت وتيرة التراجعات؟ احنا بايعين اوريدي، تخارجنا 90% من عدد الشقق اللي في المشروع، يبقى بس 10% زائد المول التجاري، وهذا أجرنا فيه 60%. وأسعار النفط تتابع اليوم ارتفاعاتها، برنت فوق 71 دولار للبرميل مع التشديد على المعروض من ليبيا، إضافة